ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من جو برو بالعربي. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ال ND filters او فلاتر الكثافة المحايدة بتاعت الجو برو هيرو 9 بلاك. هنشوف ايه هما وبيفيدونا في ايه وازاي نستخدمهم، وهنشوف الفيديوهات والصور اللي بتطلع منهم بتكون عاملة ازاي. خليكم معانا. طيب هنبدأ الأول بتعريف بسيط للفلاتر دي. الـ ND filters أو فلترات الكثافة المحايدة باللغة العربية هي فلاتر بتتركب على عدسة الكاميرا، أيا كان بقى الجو برو أو كاميرات تانية، لأن الفلاتر دي موجودة لكل الكاميرات. الفلاتر دي بتقلل سرعة الشاتر بتاع العدسة بتاعة الكاميرا بتاعتك. الشاتر سبيد لما بتحط الفلتر ده على العدسة، الشاتر سبيد بتقل أو سرعة الشاتر بتقل. طيب لما بتقل انا بستفيد ايه؟ لما بتقل بتديك الاحساس اللي هو فيه زغلله شويه، بيديك احساس التصوير السينمائي ان كان في الفيديوهات او في الصور. يعني ايه التصوير السينمائي او احساس التصوير السينمائي او الزغلله دي؟ الزغلله دي يعني لو انت بتصور عربيه مثلا ماشيه في الطريق عادي، لو انت بتصور بالجو برو 9 من غير الفلاتر دي، صوره الكاوتش مثلا بتاع العربيه والاسفلت او الشارع اللي هي ماشيه عليه بيكون حاد جدا، بيكون شارب جدا، فبيكون باين ان هي مفيش حركة او الحركة بطيئة قوي، لان بتكون مبينة التفاصيل بتاعت الشارع والتفاصيل بتاعت الكاوتش او العربية نفسها يعني. فلما بتحط الفلاتر دي وبتقلل الشاتر سبيد او سرعة الشاتر بتاع العدسة، الحركة بتبقى باينة جدا، الشارع او الاسفلت بيكون املس، بيكون مزغلل واملس خالص، وكمان الكاوتش مثلا بتاع العربيه بيكون باين انه املس جدا، فبيبان ان في حركه سريعه جدا حتى لو انت ماشي بطيء. على عكس لو انت بتصور عادي بالجو برو من غير الفلاتر دي، الصوره بتبقى حلوه وكل حاجه طبعا، بس بتحسها الصوره حاده جدا، ما فيهاش احساس الحركه، ما فيهاش احساس التصوير السينمائي مثلا. خلونا نشوف مع بعض. حاجة تانية الفلاتر دي بتوفرها لي انها بتقلل الضوء اللي داخل العدسة، بتقلل التعرض للضوء اللي هو الاكسبوجر. لما بتقلله بيبقى باين انك عادي بتصور، حتى لو الضوء قوي قوي ما بيبقاش عامل اوفر اكسبوجر، او اللي هو التعرض للضوء العالي قوي بيبقى باين اكنه شمس ضربة مثلا في حتة معينة في الفيديو اللي انت بتصوره او في صورة معينة. لما الفلاتر دي بتتحط عادي الدنيا بتبقى كلها باينة وواضحة، وما بيبقاش في ضوء قوي قوي في حتة معينة من الفيديو او الصور. الفلاتر دي بتيجي بأرقام عليها، بتبدأ من 8 وفي 16 وفي 32، وفي شركات تانية بتعمل لحد 60 و100. ايه الأرقام دي؟ او الأرقام دي بنستخدمها ازاي؟ او يعني ايه الفرق بين الأرقام دي؟ ببساطة الأرقام دي بتقولك الفلتر ده غامق قد ايه، يعني هيمنع الضوء اللي داخل في العدسة بتاعتك بنسبة قد ايه. ف8 مثلا، الفلتر الـ ND فلتر 8 ده كويس لليوم مثلا مش مشمس قوي وفي سحب او حاجة، يعني في غيوم شوية، مغيم شوية، انه اليوم مش مفهوش شمس ساطعة قوي وضوء قوي جدا. الـ16 الـND 16 بيكون كويس لليوم برضو في شمس، بس مش اللي هي مش الساعة 12 الظهر، يعني في ضوء وكل حاجة بس مش الشمس بتاعت 12 الظهر.
ال 32 هو ده بتاع الشمس الساطعة جدا والضوء القوي جدا. لو انت بتصور الظهر مثلا وفي ضوء شمس جامد جدا هيبقى 32 افضل فلتر تستخدمه. بس خد بالك قبل ما تصور بالفلاتر دي اتأكد انه الفلتر اللي انت بتستخدمه ما يكونش مغمق الفيديو او الصورة جدا عشان ما يبقاش شكلها مش حلو. فقبل ما تبدأ تصور اتأكد، يعني بص في السكرين بتاعت الكاميرا من ورا قبل ما تصور وشوف لو غامقة قوي ولا عادية، عشان لو غامقة قوي الفيديو او الصورة ما بتطلعش حلوة. فدايما اتأكد قبل ما تصور انك مختار الفلتر الصح. اتأكد برضو قبل ما تبدأ تصوير ان انت تنظف الفلتر بعد ما تركبه على العدسة، عشان ممكن يبقى عليه بصمات من ايدك وانت بتركبه او اي تراب او اي حاجة، وبالتالي الفيديو برضو او الصور مش هتطلع صافية وكويسة. فنظفه باي قماشة بتاع تنظيف عدسات قبل ما تبدأ تصوير. حاجة كمان لازم ناخد بالنا منها انه الفلاتر دي ما بتبقاش كويسة الا لو انت مثبت ايدك وانت بتصور بالفلاتر دي كويس جدا. يعني فكر في ايدك دي اكنها ترايبود او حاجة انت مثبت عليها الكاميرا، ولازم تبقى بالثبات ده وانت بتصور الحاجة، عشان لما الكاميرا بيبقى فيها هزة كتير الصورة ما بتطلعش حلوة، بتكون كل حاجة مهزوزة، الجسم اللي انت بتصوره ايا كان، بتصور نفسك او بتصور حاجة بتتحرك، والشارع او المباني او الطريق او العجلة بتاعت العربية او اي حاجة، فكل حاجة بتبقى مهزوزة. لازم تثبت ايدك كويس جدا وانت بتصور بيها عشان الجسم اللي انت بتصوره يطلع واضح جدا، بس كل حاجة وراه فيها الاحساس بتاع التصوير السينمائي او الزغللة اللي اتكلمنا عليها. يعني لو انت بتصور نفسك مثلا سيلفي او فيديو اتأكد ان انت مثبت نفسك انت شخصيا كويس ومثبت الكاميرا وانت بتصور بيها بايدك كويس جدا. ولو بتصور حاجة وحاجة هي اللي بتتحرك، الحاجة دي عادي انها تتحرك، بس انت ثبت ايدك كويس جدا وانت ماشي معاها عشان الفيديوهات والصور تطلع حلوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وعرفتوا ايه هي الـ ND filters وازاي تستخدموها. لو عندكم اي اسئلة او استفسارات عن كاميرات الجو برو او الاكسسوارات بتاعتها سيبولنا اسئلتكم في الكومنتس على الفيديو ده وانا هرد عليكم. ولو عايزين تشتروا الكاميرات او الاكسسوارات بتاعتها شوفوا البيج بتاعتنا على انستجرام او فيسبوك جو برو بالعربي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد عن التيبس اند تريكس وكل الشرح بتاع كاميرات الجو برو والاكسسوارات بتاعتها وفيديوهات تانية كتير. وشكرا.